مسألة هل الدفن في البقيع دليل على حسن الخاتمة؟ لا، ليس دليلا على حسن أو سوء الخاتمة، ليس هذا دليلا. فإن صاحبنا مات في مطار الرياض لم يمت في المدينة، وإنما مات في مطار الرياض، ولا نستطيع أن نجزم بسوء أو حسن له. ما نقدرش نقول إن هو خاتمة حسن أو سيئة، نقول أمره إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يسامحه. لقد فتح باب فتن كثيرة في بلادنا، سمحه الله. ولكن تأصيلا لمسألة هل الدفن في البقيع دلالة على حسن خاتمة؟ لا، هو عبد الله ابن أبي سلول دفن فين؟ ما في البقيع. ومين اللي صلى عليه؟ ومين اللي حط البردة بتاعته عليه؟ يعني عبد الله بن أبي بن سلول دفن في البقيع، وصلى عليه رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه في الايه؟ في البردة بتاعته كمان. شوف بقى ايه، ومع ذلك هو رأس النفاق. لا اتهمه بذلك، ولكن اقول ان الدفن في البقيع ليس دلالة على حسن الخاتمة، ولكن نترك امره الى مين؟ الى الله. لقد مات الرجل ونترك امره الى الله، لا نمدحه ولا نقع فيه، وحسبه انه فتح بابا من أبواب الشرور التي لم تسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من آزارهم شيئا.